نحن لازم نضمن أمورنا بالسليم ليلى. ما عم بفهم. يعني ما فينا نترك الأمور للحظ، وما لازم نخلي لهم فرصة ليكسبوا المنقصة ويطلعونا برا. ايه صح، بس شلون؟ ماجد، مالي قدراني هلأ أنا أخذ نفس. لكنن قديش مرتاحين. شغلهم هاد حبيبتي، ما تتوتري، مفهوم؟ أنا كتير متفائل، بدنا نكسب هالمناقصة. يا ريت، بتمنى. دقات قلبي سريعة حيوقف يا عمري. جاهزين للعرض؟ تفضلوا. ايه يا رب. وهيك ظابطي. بدنا ننجح. نيفين خانم، رح نبلش بشركة آر جي أوغلو، فيكن تبلشوا بالعرض. نحن بالبداية هدفنا سيدات الأعمال. السيدات اللي بيجتمعوا مع عائلاتهم وأصدقائهم بعد ما ينتهوا من أعمالهم بآخر اليوم، بيفضلوا التياب اللي بيختاروها الصبح للشغل واللي بيقدروا يلبسوها كمان المساء بالنوادي الليلية. ماجد، والله كتير حلوين. ولا شيء قدام شغلك، لا تخافي، تصاميمنا أحلى. من هلأ فيني أتخيل هاي التصاميم بسلسلة محلاتكم، طبعا مع نجاحها بنسب المبيعات. دقيقة واحدة وبيجي. مرحبا صبايا، شو رأيكن؟ عندي اقتراح يخليكن تكسبوا أكتر بكتير. مثل ما شايفين السيدة فيها تستغني عن الجاكيت وتطلع بهدول التياب إذا كان عندها زيارة. طبعاً والأهم الشناتي اللي صممتها رح تضيف على هذا اللبس أناقة وشياكة. مشي الحال. شكراً لكم.